يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأحد أن ينهى عن منكر يفعله هو، أو أن يأمر بمعروف لا يفعله؟ الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم، على الإنسان أنه يأمر الناس بما يأمر به نفسه، وينهاهم عما ينهى عنه نفسه. لكن لو حصل أن الإنسان عنده مخالفات أو بعض المخالفات يتوب منها، ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان عنده شيء من المخالفات، لأنه لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من هو سالم من كل المخالفات ما أمر أحد ولا نهى أحد، ما في أحد يخلو، ما في أحد يخلو، نستغفر الله من النقص ومن المخالفات. نعم.